جديد الرياضة من أون لايف، أهلا بكم. سيحاول المصري البورسعيدي ممثل مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تحقيق ضربة بداية مثالية أمام يونياو دو سونغ هو الموزمبيقي، ذلك عندما يستضيفه في 9 من مساء اليوم على ملعبه ببورسعيد لحساب الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، تحديدا في المجموعة الثالثة من المسابقة. وتأهل المصري لهذا الدور لأول مرة في تاريخه بعد تخطيه عقبة مونانا الجابوني في الدور الماضي قبل أن توقعه القرعة في مجموعة قوية للغاية مع فرق نهضة بركان المغربي والهلال السوداني وبطل موزمبيق. هذا وكشف حسام حسن المدير الفني للمصري عن استراتيجية فريقه التي ينوي اتباعها في دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء قال حسام حسن إن فريقه سيخوض هذه المرحلة بطموحات وتطلعات جديدة بعد اكتساب خبرات كبيرة في اللقاءات الماضية التي أطاح خلالها الفريق البورسعيدي بثلاثة فرق قوية هي جرين بافالوز الزامبي وسيمبا التنزاني ومونانا الجابوني. وأضاف مدرب المصري أن فريقه سيسعى للحصول على كامل نقاط مبارياته التي ستقام في بورسعيد على أن يحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط من مبارياته في الخارج. بعيدا عن الكونفدرالية، عاد الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب بنقطة ثمينة في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ذلك عقب تعادله الإيجابي بهدف أمام مضيفي ماميلودي دي سان داونز الجنوب أفريقي. وبذلك تقاسم الوداد والفريق الجنوب أفريقي بطل الموسم قبل الماضي، تقاسم المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة لكل منهما وبفارق نقطتين اثنتين خلف المتصدر فريق حورية كوناكري الغيني الذي فاز على مضيفه توغوبور التوغولي بهدفين مقابل هدف واحد. يختتم الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة النهائي المبكر المرتقبة أمام الإسماعيلي في المربع الذهبي لمسابقة كأس مصر، هي المباراة المقرر إقامتها في 7 من مساء الغد. ويخوض الفارس الأبيض ميرانه الأخير تحت قيادة مدربه المؤقت خالد جلال الذي قاده للفوز على الأهلي في قمة الدوري نهاية الشهر الماضي وتخطي عقبة الانتاج الحربي في ربع نهائي الكأس. ويسعى الزمالك للثأر من الإسماعيلي بعد الخسارة أمامه في مباراتي الدور الممتاز للموسم الجاري، إذ خسر أولا بهدف نظيف قبل أن تتكرر الخسارة في مباراة الدور الثاني بثلاثية مقابل هدف وحيد. على جانب آخر، أكد عمرو فهمي المدرب والمساعد بالجهاز الفني للإسماعيلية أن فريقه لن يتنازل عن التتويج بكأس مصر هذا الموسم، مشددا على أن ذلك بمثابة الحلم بالنسبة للدراويش. وأشار مدرب الإسماعيلية إلى عدم تفكير فريقه في مسألة التحكيم، مؤكدا أن وصيف الدوري يستعد بشكل جيد للغاية لمواجهة الزمالك. وأضاف فهمي أنه باستثناء الثنائي إسلام عبد النعيم وأحمد ديودار الغائبان للإصابة، فإن الإسماعيلي سيخوض اللقاء بكامل العدد. أكد عبد المنعم شطة المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن النادي الأهلي تقدم بشكوى ضد الحكم الذي أدار مباراته أمام التراجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد انتقد وبشدة
قرارات الحكم السنغالي بعد تعادل الفريق بدون أهداف أمام الترجي بالجولة الأولى لمجموعات أبطال إفريقيا. وأشار شطا إلى أن هناك نظاما محددا داخل الكاف يتم العمل من خلاله في مسألة التحكيم، موضحا أن الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي الموسم الماضي، بالتالي كان تعيينه أمرا عاديا. قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العودة إلى الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل استكمال برنامجه العلاجي بعد أن أجرى جراحة في العمود الفقري بألمانيا. وقطع الخطيب برنامجه العلاجي وعاد للقاهرة من أجل مساندة ودعم لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات لدور الأبطال الإفريقي. ومن المنتظر أن يسافر الخطيب خلال أيام لحضور مهرجان اعتزال قائد الفريق حسام غالي، والذي يقام يوم 11 من مايو الجاري بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، ويخوض فيه الأحمر مباراة ودية أمام أياكس أمستردام الهولندية. كشف الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أهدافه من مباراة الكويت الودية في أول خطوة بالمعسكر الختامي قبل المشاركة في كأس العالم بروسيا يونيو المقبل. وأشار كوبر في تصريحات لشركة بريزنتيشن راعية المنتخب إلى أن مباراة الكويت مهمة للغاية، مؤكدا أن الفراعنة سيخوضون اللقاء بتركيز شديد وبكامل قوام اللاعبين الأساسيين المتاحين. وأوضح كوبر علمه بتواجد جماهير مصرية كبيرة لحضور هذه الودية، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة لوصيف بطل إفريقيا 2017. ومن المقرر أن يلعب الفراعنة مباراة ودية أمام الكويت في 25 من الشهر الجاري استعدادا لمنافسات المونديال. أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة بالموسم الحالي، في مقدمتهم فخر العرب محمد صلاح نجم ليفربول، وكذا كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، هاري كين من توتنهام، ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، أخيرا جيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي. كان صلاح قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري، لكن هذه الجائزة تختلف طريقة التصويت فيها عن جائزة رابطة المحترفين، إذ يعتمد التصويت بتلك الجائزة على 10% فقط من أصوات الجماهير، بينما باقي النسبة مقسمة على لجنة من الخبراء. ما زلنا في أخبار المحترفين، حيث واصل محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه واصل تألق بقميص قاسم باشا عندما نجح في التسجيل وصناعة الأهداف خلال مباراة فريقه أمام ترابزون سبور بالجولة 32 من عمر الدوري التركي لكرة القدم. وسجل تريزيجيه هدفين، كما صنع هاتريك خلال فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين على ترابزون ليرفع رصيده في الدوري هذا الموسم 13 هدفا. بشكل عام سجل تريزيجيه 16 هدفا فيما صنع 8 آخرين منذ بداية الموسم.